عليك ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. وهذا أبوي صباحنا اليومي، أصبحينا بخير وسهال ولا نشكر باس نحن والمسلمين أجمعين. أمورنا طيبة وكل شيء زين وكل شيء فنان ورزق ورضا من الله سبحانه وتعالى، ولا نشكو من باس، الكل منا والجميع الحمد لله رب العالمين. فمن حسن إلى أحسن إن شاء الله. أن اليوم في أبو ظبي الظهر بنصير مكان معين جميل في نفع وخير للكثير من الناس. الظهر اليوم موعدنا أظن الساعة 11 ونص، ومساء اليوم بيكون في أبو ظبي إن شاء الله اللي هو الخميس. بكرة الجمعة إن شاء الله إذا الله راد بيكون بيتي يا في رأس الخيمة أو في دبي حسب الحجوزات إن الله راد. رأس الخيمة طالت عماركم، أتوقع أني بيلس فيها 3 أيام، بتكون مناسبة جميلة جميلة وسعيدة سعيدة على العرب وايدة على العرب وايدة، يعني الله يهنيهم ويسعدهم إن شاء الله إذا الله راد. بتكون يوم السبت ويوم الأحد بعد شيء مناسبة وايد سعيدة في رأس الخيمة، ويوم الأثنين بعد شيء مناسبة في رأس في دبي إن شاء الله ضحى الساعة 11. فأمور جميلة إن شاء الله، هذا كله بيكون في الإمارات الشمالية إن شاء الله. متى عاد بسير؟ أظني باكر، هي خبرتهم قلت لكم اللي باكر بسير، ناس تسير الخميس. يا غير قلت في خاطري لأني بطول الودي هاي في الشرق، فأتوقع أني لو أجلس الخميس اليوم بضبي وبكرة أكون في دبي، ولا أني أوصل رأس الخيمة. طاحت الشمال من عقب ما رضفت، فكل الحمد لله رب العالمين. الحين جايينكم أبوي بريد، يسمونه بريد العيايز، بيتم أبوي 10 أيام قاصر زايد، وخلاف أبوي بيسير وبيطيب الجو والحمد لله. تنبته والعرب النخيل، كل النخيل الحمد لله السنة خير، اللي كل سنة أبوي طلع 5 و6 و10 السنة فوق 40 و50 و60 طلعات النخيل، كل عد هذا بيخفونه. أنا أخلي 6 5 6 5، ما أخلي أكثر، 5 عدود شيء من حتى 4 أخلي، اللي يخلي زيادة هاك عاد يضعف تضعف الرطيبات، يغدي على حبك بروح علبة الزيتون ونحمها لا براعي نبيع ولا براعي مشترى، خلينا خاطف الطريق كل عيال خلاص، وبرحي وخنيزي وبومعان ويبري، يعني خرايف طيبة. والله يرزقنا ويرزقكم الجنة من الشيء كله. يلا نرمس خلاف، عادة بتريا صراحة أصلا ليني خلاف نرمس. يا ربي يلا صباح خير. ها مرعد، ها ها صليح، هي عيل وين؟ أنا في دبي. شارج البارحة، شارج البارحة صلاح، وانت تحرم ما حد يصير الشارج الا انت. سويحان هي نعم، بسير سويحان بسير الشارج، لا والباكر بسير دبي، ورا باكر راس الخيمة، واللي عقبه راس الخيمة، واللي عقبه راس الخيمة، وبرد دبي يوم خيخ بعنب بسيرة راس الخيمة تبقى مشيخة. ما اسمعك. انت في البيت؟ لا انا في البيت. بيجيبوا لي خس اليوم؟ شو جبتوا لي؟ خس وجرجير وشو؟ بغدونس. خس وجرجير بغدونس. صلاح تريقت هو؟ انت بتريق عندي؟ يلا شو تبي يسوي لك؟ بيت. حاضرين بيت حق سمونه طاق وطاق طاق وطاق. خيستنا البارحه. اخ عليك يا صلاح، اخ عليك. لا بليز بليز صلاح، بخبر عليك ابراهيم توفيق. عادي زين، ما تروع منه؟ لا ان شاء الله. يلا ترياك.
الو الو الحين انا عندك دقدق تليفونات ليش؟ منو؟ بلا هي قال لي شو انت شو تبغي؟ لا ما بصير على كيفك تبي تصير صالون اول؟ لا اول تبي تصير بنت مبارك؟ لا ما بعلى هواك حبيبي انت. تعال اسد تعال ياي تعال 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 شو تبغى نفنشه؟ لا لا خبر هي رشيد؟ لا طيب هي منو منهم؟ هذا تعال السلام عليكم. الله لا سلم فيك مغى الزبره. ليش بزعل صلاح؟ شو زعل؟ لا ابغى شو؟ انت لا تروع منه خليه يولي. منو؟ هذا خبرته السكحين. هي يقول سكر التليفون. شو عيال؟ ها؟ دواء. شو الدواء؟ المبارك. هي زين. لا 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 هو يقول لك لا هو يقول لك يبي ياي وعقب يصير بيت بنت مبارك. هي قليت كذوب كذبت انت وصلاح الصادق صح؟ صح؟ قول لي كذبت وانا الصادق. هي هي تحرم زقنا بوت هربك الله ويوم الصدر طب المسين دو هرب الله تك هل خلا قول روح سير هناك. ايه قول التحرى لعبه انت ما شاء الله تبارك الرحمن تبارك الرحمن. انت تتفنيل فنيالك في ديك وانت شال شيء خليني ما شاء الله ما شاء الله. منو يحش عندكم؟ منو عيال يحش؟ زقنا بوت وازار شانوط شانوط تعرف وايدين يتحرون الشانوط ابوي شيء عوق كبير الشانوط هذا بلويوه يضرب الهوش ساعات يوم قرب الربع يضرب ويوهن يوم ينقص ماده السكر عندهن هي يسمون تسمم حمل ضربهن متى عاد ما يضرب الا ليه تاوم ولا لا يضرب الا مر على راس ليله تبت يعني بادي يتحدر من الدبش هو اللي يضرب هالشانوط هاي ينجلب راسه وتعزم ابوي في الليل بخير تصبح الصبح ميته وسبش شو نقص ماده السكر في الدم قل الصح والوادم يوم يضربهم الشانوط سموه ابو الويوه هذا اللي ويه يحتاس حد يصفعون على الويه الطرف الثاني وخاز عنه لكن الدبش يضرب يوم يضربهن هذا انا بخبركم هذا العوق سالفته شو هذا عوق يضرب الله يحفظكم هل بالحلال اللي عندهم حلال حلالهم ييه وقت الولاده على ربع يوم سألنا هاك الأيام شو علاجه؟ قالوا هذا تسبب تسمم حمل تسمم الحمل ما يجي إلا عند اللوادم طلع اللي يعطون يوم 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 يعطون الطعام الدبش سح جليل ها يقولون والله يخرجهن الله يعز ملك والسامعين لا السح وقت وقت يوم الدبش على أخ عليك أخ عليك أخ عليك باع باع ما كنت أبيعه انزين تخبرنا هالمصر ييكم العوق هذا قالوا ابدا تسمم الحمل اي عند منو اللي ما بيدوش ملاس دورنا شو الملاس ترى بقايا قصب السكر بقايا قصب السكر هذا يوم يعصرون عين الشكر ما تشوفوا انتم في مصر يمزروا بسيايير يصيروا يفرمونه ويخلطونه ويا النفيعه وياكلن الدبش فانسب وقت للطعام الدبش تكثر في مادة السكر اللي في الخليج نحن نعطي شو السح السح اللي هو التمر إذا تعطيهن تمر شوف التمر لا بد ولا عذر منه لكن شيء خفيف لكن يوم موسم الولد يوم جريبي ولد الدبش قبل ما يولدن بشهر ب25 يوم شهر ونص بدوا يحطوا لهن في المشارب مريس يكودون اليونية بيونيته في المشرب يمرسونه فيازمن يسيرن ويردن يلقن منه ويشربن منه ويلقن منه ويشربن منه تازم الوحدة ترقد الحمد لله بخير وسهالة الجنين اللي فيها يوم بيتغذى على السكر
ما ينقص من السكر اللي في جسمها. هذا حلي تشوفوها يسمونها سكتة دماغية، تضرب الدابشة تصبح وتمسي تلقطونها معشرة مفغيرة، ولا يضرب إلا اللي بيتاومن لأن كمية امتصاص السكر عالية. فلذلك دواهن أبوي يوم قرب الولد الصح زايدون شوي 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 لين توصل كمية كل دابشة يعني بين صبح ومساء مش أقل عن كيلو كيلو ونص تاكل الدابشة العنز ولا الياعدة. ضروري ضروري على كل حال قبل الولد على ولد ضروري، ولا أبوي بيغدن. هي نعم هذا خذوه 100% عن تجربة وعن إنسان راعي حلال وراعي عرف، 100% يخذوا الكلام هذا. تسبب الحمل علاج الرئيسي اللي هو الصح عندنا والملاس في بلدان اللي عندهم أبوي قصب السكر. صح صلاح؟ شكرا صلاح، شكرا على اللي جبته. ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك. هذا خبان، هذا خبان وما يسمع منو خربان. يا كلمهن كلمهن لا كلمهن لا لا هوس على هذا. ها يلا كلمهن. ما تا لا ما بطه. دوارك 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 يا دوارك. تعال واقو اوت اوت. سل منك سل منك سي رغي رغي سل منك كراك. اي هالخلا هالخلا يا الله يقرب العدو كل كيو. سد منك سد منك قرب الله تكيوه قرب الله سي اركب اي اي سير روغي روغي سر انت سر روغة. تدرون الحليم بحملو ترى ما بالجلد المتوه بدل ما يتعلم الكلام تعلم لمبيح. الله العظيم بعد النخرة وين سايرة دواركة. شو اليوم هذا شو هذا اليوم Today's the Alex soy. Barbir. إيه. Beetroot. إيه. Tomato. Or kale. Kale. بعد kale يوم. Yes, kale. يا سلام. Okay. وهذا. وهذا mushroom. إيه. White egg. إيه. And goat cheese. إيه. And what is this? Fugger. This is white egg. White egg. Yes. إنزين. أبيض البيض. ومشروم. بروكلي and goat cheese. وجبن مال هوش. Yes. هذا جبن مال هوش. زين وبروكلي ومشروم. مشروم بعد؟ Yes. مشروم وبياض البيض. ها هذا شو ها ريوقي يعني. وهذا اللي هو سلطة الشمندر. Yes. شمندر غاوي والله عيبتني البارحة وايد فنان فوق ما تتخيلون. صح لي في الدنيا كلها بشيركم ماشي شرات ابوي البربير اللي هو الفرق الفرقة اللي هو الرجلة. هذا ابوي ماشي اشاراته راحة البطن ابدا امورك طيبة ماشي اشاراته هذا الرجل حد يطبخها لكن على ألد شيء اللي ما تيه الضوء. هذا وايد زين. يلا ثانك يو ثانك يو حق منو يلا وصلاح يا سلي ابن كل شيء قلدني كل شيء تقلدني ليش يعني حتى انت ما سلمت من غيرك يعني كل شيء تقلدني شو فايدك انت بغبغاء غادي حالك حال غيرك اللي ما عندهم مهر ولا عندهم مهر 24 ساعة كوبي بيس كوبي بيس شو هذا يا صلاح. شكرا يا دواركا شكرا ام الحناية. ها يقول لك ها خذي خذي ايه ايه يقول لك باكر ما بجيب اوف باكر باكر الجمعة صلاح باكر ما بتيني لا حاضري ان شاء الله ها شوي شوي على عمرك يلا ثانك يو. شو هذا صلاح الكثر اشو راوين شيء تم اشو شيء تم عاد داخل هذا عصير وخلاص في داخل باجي بس اعطي اعطي شوي شوي بعد باجي صلاح بتندحق سمعت من اللي بيندحق بعد لسه اليوم طالت عماركم حله زايد الريوق اليوم حله زايد على ما تشوفون هذا محل زايد اليوم كل قر صرف عن الثاني ماشي إشارات. هلا هلا بابا هلا سلوى ما في محل زايد ولوبيا نحن يا محل زايد ولوبيا المهم الخبز أي نوع من المخبوزات يكون وياه يا لوبيا يا باجلة يا نخي ولا اللي هو شو صلاح ها إيه هلا واحد واحد عادو واحد الو الو بابا بابا السلام عليكم سلام
هاي هلو سلوه اه حلوه السلام عليكم انت قاعده فطور صح لا السلام لله ان شاء الله فطور صح بابا تعال تهوستي ها هو ييب ها يلا الحين تكلم قول الو 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 قول الو 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 حبيبي سلوه قاعده فطور ايه خلاص لا اول ها اول ها الحين قول خلاص 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 لا حار اول هوس يقول لك حار يقول لك حار ما يرمي يشرب الجرين تي حينه هذا اول ثاني ما بجرين تي هذا وايت تي تبنا تبنا جايبين من كيرلا كيرلا كيف تبوني ما حضر العرس كيف تبوني يين الداعي ولا سير هل اني ليج في العقل توصل هالدنيا كلها ككرت دعوه لحضور العرس ولا يي ابوي اي لو احبي سمعتوا باللي حبي لو احبي لو بلي ريول بي بي وعيني من جلع بي على على خاطري على رمش عيني مثل ما قالوا المصريين يلا تعال فتشن هذا كله كل اظهر انه فتشن الطواس واظهر الكروت وزهبن كل شيء حافظ على الالوان حافظ على الالوان حافظ على الالوان اظهر انه كله ايوه صفف انه صففنا صففنا بارك الله فيكن يا البنات يا ركن الله يا رك الله يا ام الحنايا يا رك الله يا دواركا فتحن هاي رطو حرارات كلهن واظهرن الكرت واظهرن الهست كله الله يبارك لهم يفرح لهم البركة يا يكرت ابوي ويا الفوايل ويا الدنيا ويا الدعوة ومن العرس عرس يسمونه عرس القرن هذا عرس القرن وبيستوي في وين في راس الخيمة عرس القرن وبيستوي في راس الخيم فتحن 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 فتحي هاي يا الله أوف 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 يا سلام سلم يا سلام ويا سلام يا سلام ويا سلام ياكم خالد أبو الكلام ما شاء الله ما فتحي فتحي هذا أيون 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 أفراح حمر عين الهاشمي أفراح حمر عين والهاشمي حين هذا للحرم خالد خلوا ابوي عليهم هناك وديه وديه لهم حقهم وهذا ابوي افراح حمر عين والهاشم يحب نقرا لكم بسم الله الرحمن الرحيم تتشرف عائله السيد سيف راشد حمر عين المهيري وعائله المرحوم السيد يوسف السيد محمد الهاشمي والله مليار والنعم فيهم الاثنين بدعوتكم لحضور حفل زفاف نجليهما يوسف على كريمه المرحوم السيد يوسف السيد محمد الهاشمي وذلك للرجال في يوم في تمام الساعة 4 عصرا من يوم السبت الموافق 29 فبراير 2020 في منزل السيد سيف راشد حمر عيني على بيت عامر يا رب العالمين الكائن في منطقة الندية إمارة راس الخيمة ودامت دياركم عامرة بالأفراح والمسرات قولوا آمين قولوا آمين يا من سمع إن الله يرزقهم الذرية الصالحة ويبارك لهم يطرح لهم البركة ويرزقهم إن شاء الله بر والديهم مثل ما هم بارين قولي قول آمين 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 بتدوك هذه اللي بيها طالت عماركم اليوم هذه حق الغداء هاي حقي أنا العودة هاي إن شاء الله إنها أنت وفيها حبل هاي فيها حبل تراها فيها حبل وحبل هبوية من وين العشوة لين الغنقون بلكم عين تنظر هاي بوي اليوم غداية إن شاء الله بيا حبة تنشوي على ضوء هادية براضة لين تصير وتنظر إن شاء الله تعب ما تدرب بي أنا وين أنا بوي في مدينة زايد مدينة زايد هادي مدينة زايد وهذا السوق المركزي سوق الذهب كل منكم وهنا والطرف هذا وين بيت قوم بيوت قوم بن فريح والطرف هذاك بيت قوم حياة هامل ومنناك المعشرة ومنناك وناك فريج قوم بن صلهوم والطرف هذا بيوت بعد كلهم 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 لقبيسات ورميثات هالبضبي كل أغلبية الناس كلهم ساكنين في هالمكان اللي الناس كلها أغلبية هالبضبي مكانهم هذا مسقط راسهم الأوليين اللي في جيل الستينات والسبعينات والثمانينات كلهم وأنا منهم شيء طبيعي هذا أبوي مكاننا حاليا أنا عند حصاد مزارعنا حصاد مزارعنا طالت عماركم تحيدون الأول
التسويق الزراعي أول ما استوت المزارع من سنين السبعينات للتسويق الزراعي. الأول اسم التسويق الزراعي. الأول اسم التسويق الزراعي ويحصل الخيار والطماط والخس والملفوف ويتكوّد تنريد الدنيا مرة واحدة في وقت البراد وقت الشتاء. الحين طالت عماركم ومن يوجه في الشتاء أزمة الوادم تجيب من برا ويازم المستفيدين الباعة المتجولين وشرق وغرب وما تضمن أنت العدل من الماي للزيم الشين الصالح من الطالح. يا غير طالت عماركم الحكومة الرقابة الغذائية الله يحفظهم ويطول بعمارهم ويحفظ حكومتنا أمرت أبوي الشيوخ أمروا أن يكون بدال التسويق الزراعي حصاد مزارعنا. حصاد مزارعنا حل مكان التسويق الزراعي. شو الفرق بين هذا وهذاك؟ أمروا الشيوخ على الله يطول بعمارهم أن الفترة اللي تنقطع الخضروات وقت البراد وقت البراد موجود لكن يوم بيمني وقت الحر تنقطع الخضرة فيازمون باع المتجولين حديب من شرق وحديب من غرب. لكن حاليا طالت عماركم مثل ما قلتكم حصاد مزارعنا. حصاد مزارعنا شو اللي يسوونه؟ أي شيء مش متوفر في الوقت الوسم ماله مش موجود الموسم ماله تجيبه الحكومة تحت اسم حصاد مزارعنا وتحطه هني بسعر التكلفة. بسعر التكلفة أرخص موقع تباع فيه الخضروات والفواكه حصاد مزارعنا. عندهم عدة مواقع. هذا أبوي تبع الحكومة ترى هب تبع لا زيد ولا عبيد لا فلان ولا علان. هابوي الأمن الغذائي أمننا في مزارعنا. أمننا في مزارعنا. محمد بمشاري سلام عليك. مرحبا. محمد بمشاري الشامسي مش حالك الله يحفظك. كيف أنت؟ الله يطول عمرك. يشكرك على الحضور. الله يبارك فيك. المنتج المحلي. لا خلينا هذا مو بغريب عليك يا أبو محمد. الله يحفظك. واصلة عند الجميع الصغير والكبير. أول الله ويهك أبيض بمشاري. هذا شو الحين اللي أشوفه أنا في وين؟ هاي المنتجات كلها اللي أنا أشوفها. أنت في حصاد مزارعنا. نعم. حصاد مزارعنا هو المكان اللي يوفر جميع الخضروات من مزارع المواطن. نعم. يعني الواحد اللي بيجي يسوق من هذا المكان معناته راح ياس ينفع أخوه ابن عمه صديق المزارع وإخوانه المزارعين. أي درهم من هنا معناته دعم المزارع ويزيد عدد زراعة المزارع في مزرعته. فإذا زرع المواطن أكثر معناته حصل دعم أكثر. زين لكن هذا حين هذا مش إنتاج. هذا مش إنتاج. نحن أي حاجة موجودة عندنا مش أي حاجة مش موجودة في الدولة أو موجودة في فأي منتج مش موجود عندنا وغير موسمه نحن نحاول أن نوفره من كل مكان سواء من الهند من السند. المهم أنه يكون يوفر للمستهلك بأرخص الأسعار. ومثل ما تشوف يا ابو محمد الاسعار الموجوده هي اكبر دليل على نجاح هذا المكان. هل في فرق؟ هي ما شاء الله يعني انتم ما محتاجين نحن ما محتاجين انتم ما شاء الله اعلانات ولا حد يدري بكم. نحن جايين ابوي فقط ان الناس تعرف تحطيم الاسعار. هذا كله اسعار الحكومه ما اسعار تجاريه. ها كل دعم للمواطن والمزارع. كل دعم للمواطن والمزارع تحت مظلة شو بن مشاري؟ هيئة مطابقة للرقابة والسلامة الغذائية. هذا طماط من إنتاج الإمارات دولتنا الحبيبة. ريحته ولونه وشكله غير نمونه. شو معنات هالأرقام بن مشاري؟ هذا الرقم عبارة عن رقم المزرعة اللي خرج منها هذا الطماط. نعم. للتأكد من سلامته الغذائية ومطابق للشروط. في حال اكتشاف إنه غير مطابق للشروط ما يستلم. لا يستلم ولا تنشطب المزرعة. صحيح. يعني هالمعلومة صحيحة. صحيح. تنشطب يفترض كل مزارع يفترض أن يكون زراعته نظيفة ومطابقة للشروط. فهذا الرقم اللي خبرتك. مطابقة للشروط. الشروط من وين تي؟ الشروط موجود عند هيئة الرقابة للرقابة والسلامة الغذائية. ما شاء الله. اليوم ومنافعهم على غذائكم. كل هاللي تشوفونه أنتم هذا كله بوي حصاد مزارعنا. هذا كل حصاد مزارعنا في دولة الإمارات. كل خط على هيئة الرقابة الغذائية. وشوف الكيلو كم هني. درهم 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 ربية. الكيلو بربية وهذا بربيتين قاصر 5 فلس. دنيا والدين كلها بوية انتاج مزارعنا. شوفوا ما شاء الله كل شيء مكود ومريود رياد الدنيا. ها ها كل ابوي من ربي يربي 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 ربي يكون قز ربي يكون قز ماشي سلو تعال. كل ابوي انتاج هالدار الطيبه وكل خطف على هيئه الرقابه الغذائيه.
كيف حالك؟ بارك الله فيك. محمد بن مشاري الشامسي، شو الهدف من هذا اللي تسوونه كله او اللي تسويه بالاحرى هيئه الرقابه الغذائيه؟ الهدف ابو محمد ان نحن نعرف بالمنتج المحلي وجودته. كثير من الناس ما يعرفون شو جوده المنتج المحلي. نعم، المنتج المحلي الان صار من افضل المنتجات واكثر رغبه في السوق. الحمد لله رب العالمين، وصلت الاشتراطات الغذائيه مواصفات عالميه في الدوله. في اليوم نحن بنعرف الوافد والمقيم والمواطن بضروره ان تواجده في هذا المكان وشراء من هالمكان. تواجد المكان ما يضم العالم، مكان ممزور اوادم. الحمد يعني وايد اشوف يعني شو تبوا، وين ما شيء مكان لهم، وين بيدورون؟ وانت سالم صحيح، لكن نحن بعد نبغي نزيد عدد الناس، لانك في حال انك تشتريت اكثر معناته المزارع زرع اكثر. نعم. واذا زرع اكثر وانت سالم معناته استفاد اكثر، وهذا الهدف من تشغيل هذه الاماكن. زين لك ليش الاسعار رخيصه شي بدرهم في السوق هاي اللي بدرهم هناك ثلاث واربع دراهم؟ ليش انتم عندكم بدرهم وبرا ثلاث واربع دراهم؟ يمكن لان انتم ما عليكم اجار يعني؟ تقريبا احنا ممكن التكلفه التشغيليه اقل عن الاماكن الاخرى، والاماكن الاخرى عندهم تكلفه تشغيل اكثر. عندنا قله في عدد الموظفين، يمكن ما علينا ايجار وهاي، فهذا الشيء ممكن تخلي المنتج هذا ارخص عن اي منتج اخر. اشوف بيض واشوف دياي. اي نعم، بعد عندنا دياي محلي وذبح اليوم يوميا يوصلنا من المزارع، سواء كان البيض سواء كان الدياي وسواء كان عندنا المرموم. شركه المرموم هاي شركه اماراتيه بحتة، بعد موجودة عندنا بأرخص الأسعار، وكذلك عندنا البيض، يعني نحن ننافس الأسعار ونتحدى الأسعار سواء كان في البيض أو الدجاج أو في العلبان. ما شاء الله ما شاء الله. درهم ونص. درهم ونص؟ إيه. يا ربي، ها في الأماكن اللي غير 17 و15؟ إيه نعم، درهم ونص. ها، حصاد مزارعنا الملفوف كل هذا مدعوم، كله بدعم من الحكومة، كله مدعوم. اللي مش متوفر وانتاج الدولة تجيبه وتدعمه، يدفعون عليه مليارات لاجل خاطر منه، لاجل خطركم انتو، خواطركم انتو يا المواطنين يا القاطنين يا الساكنين في هالدار الطيبة. ها ها، درهم. ربي اياك وانقص، ربي اياك وانقص، الله يهدي من رخص. امين ويحافظك ان شاء الله. مرحبا بك. امين امين امين. واحد على خمس ربيات. خمس، خمسك وانقص، خمسك وانقز، خمسك وانقز. وتابع الحكومة أبوي، الرقابة الغذائية تغسلهم صبح ومساء، مركز عليهم أبوي تركيز في كل شيء، كل شيء كل شيء، فنان وكل زين. محمد بن مشاري، هلا أبوي. ودي من ثلاجة البيض والدياي والأشياء هذه بعيدة؟ لا 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 لا، هني ترى المكان أبوي طوله طول وعرض عرض. لا خبرك بعد، عندنا ثلاجات داخل التخزين. والله يعني ما حدا للي يبى الكميات يعني. دياي الحق ما تلحق، تحصله ولا ما تحصله؟ شوف انت. اي نعم، هذا اليوم خلص اول الصبح تعال والحق عليه. وهذا البيض، وهذا البيض مريود ابوي، الدنيا كواويت كواويت. دواجنها معروفه، مزارع الشركات الموجوده في انتاج البيض المحلي. الحمد لله رب العالمين. شكرا حكومتنا، شكرا قادتنا على توفير كل ما هو طيب وزين وفنان. الحمد لله رب العالمين. يقولون هالكويت سمنا في مكبتنا، لنا منه ابتدى وإليه يعود. هالأرض الطيبة أنتجت هالرجال الطيبين، وأنتجت الحمد لله فضل والخير اللي من الله هذا كله. فالحمد لله، الخير خيرنا والشر الخيرنا، واللي ما بموجود من دارنا يبونه من وين يودنا أنت ويوفرونه لكم. هاي الحين أنا في الستور مرة في البرادات. شوف الكروت موجودات، كل منتج جايبون من مزرعة، كل منتج هاي ابو الثلاجات وهاي البرادات، والخير خيرنا والشر الخيرنا على ما تشوفون. ها كل شيء مريود، مريود هالدنيا على ما تشوفون. ما في الحاضر مدح، امن غداء موفري لكم ابوي اللي تبونه، كله موجود وبدقه رزق. وادروا ابوي عنكم شرق وغرب، هاك الاماكن اللي من غير الله يرزقهم يا غير ابوي، هاي لاكي يا لجل لجار غالي عليهم مساكين، لجار غالي وين بيجيبونه؟ هذا ابوي الحكومة داعمت انه لكم انواع واشكال وانواع، ومن كل ما تشتهي النفس، الحجم المتوسط والعود والميديوم وكل شيء، كل شيء ابوي عندهم ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه طالت عماركم ثلاجة الميوات، ها كلها ابوي ميوة، فواكه مما تشتهي النفس، جايبين لكم شيء من الشرق، شيء من الغرب، شيء من الهند، شيء من السند، شيء من كل بقاع الارض اللي تبونه كله موجود ابوي عندهم. اللي ما موجود في موسمه
في دارنا يجيبون ابويا الكم عانين متعنين خاص لكم، هذا للي بالكميه ابويا الناس كلها تاخذ. والله يا ابو اخويا توني شفت عده دريوليه خاري بغيت اعرفهم، دريوليه اكبرها واسمنها، والله يا ابو ما طاعوا يخلوني اصورهم، بغيت ما طاعوا ما طاعوا. ما كنها مش مختصره على زيد واللاعبين، الناس ابوي كلها تي وتاخذ، الناس تي تاخذ، ما حد ما يبرخص وما حد ما يبى التوفيق وما حد، والناس ابوي الحين ودرت ال 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 الفشره والدنيا هاي كلها الحمد لله. الحين الدنيا بسيطه والدنيا راتبها محول وكل شيء متوفر الحمد لله، دام الحكومه موفرت لك ومدعوم برخص التراب، ليش انا ما اخذه؟ ليش ما اخذه انا وافك عمري من الصدر ودي انا كل شيء عندهم. ومشاري اقول لك انا في الرحمن اقول لك وين موجود حصاد مزارعنا؟ موجود طال عمرك في العين، موجود عندنا في بني ياسر الموقع اللي انت موجود فيه، وموجود عندنا في المينا، وموجود عندنا اثنين في بني ياسر، موجود واحد المنطقه الظفره في مدينه زايد. مره ثانيه موجود مدينة زايد الموقع اللي احنا موجودين فيه، موجود في مينا ابو ظبي، وموجود موقعين في بني ياس، وفي موقع في العين في شبرة العين. ما شاء الله. نعم. شكرا جزيلا. واللي يبغى ما يدل المكان يتصل بي انا وانا ابدا اللي بس له الموقع. شكرا لا خليت منك. جليل اللي تلقطه ماخذ البسيط، جليل الاكثريه تبغاشوا على الربانات، كل الربانه ورا الثاني ما شاء الله. اي والله تول شيء مبافج ورخص التراب منو ما بياخذ، والله يا شيء منهم بياخذون اظن يصيروا برزوبة محلات تملي من غير. اي لانه كله مراقب من هيئه الرغابه الغذائيه واسعاره زينه، ليش لا يعني؟ ليش لا؟ لا والله انا انصح ثم انصح ثم انصح ان ابوي اللازم اللي بيتبطع يتبطع ابوي من مدينه زايد اللي لسكان المنطقه. نعم كل شيء ابوي عندك هناك شبره السمك وما ادري شو، كل سامانك اللي تباه كله موجود عندهم، كله موجود عندهم. هذا حصاد مزارعنا، هذا بابهم، وهذا ابوي شارع المطار من هناك وانت حين في نص مدينه زايد، يعني في عين الماء. في وين؟ عين الماء. ان شاء الله في سيرتنا راس الخيمه بنحاول او بحاول اني اوصل الى كل شيء اريده، مثلا الخران في خاطر يسير، الرمس في خاطر يسير، خت بسير، حب بسير، جدد دقداقه، هاي مناطق كلهن ان شاء الله بتليهن. لازم الوادم تشوفها البقع، صدقاني اللي في شرق الارض ومغربها يبون يشوفون عين خت اللي ما حد شافها من سنه دقيانوس. العرب تصير شرق وغرب راس الخيمه ما حد يصور خت، خت من اهم المعالم، والدقداقه كذا الامثال والخران والمزارع والبقع حيج الفنان والحمراني. يا سلام سلم، البقع حيج كلها فنانه. ان شاء الله اني بحاول كثر ما اقدر اني ما اخلي ولا شبر ما اتليه من راس الخيمه في هالثلاث ليالي. بروح ان الله راد، فبتكون جلستي في راس الخيمه الجمعه والسبت والاحد والاثنين، اربعة ايام ان شاء الله اني ما بخلي بقعة فيك انت يا راس الخيمة ما بيج ان شاء الله، بحيل اللي ما تنام عينه بخبركم حتى في كل فريج من وساكن. ما عندي مشكلة ابركة من ساعة. ليش لا؟ يا سعد حظي وراس الخيمة يا الله. ايون شفتوا الاصلي؟ شفتوا الملكي؟ شفتوه لولايتي؟ شفتوه اللي ريحته تبن وتفوتخ من تصبح لين تمسي؟ هذه هي عطر الصباح والمساء، رويا سفاير من ثمين. لا يليج في عقلكم انه شيء ريح ولا شيء عطر، اسوى عن العطر هذا حاليا، هذا ابوي هو الزين هو الاصلي ولا الدور نقيره، هذا ابوي هو نديم الروح، ريحته ريحة سعادة، ريحته يبغى ريحة الناس اللي زقرت، ريحة الريح الخنينة، الريحة الطيبة، هذا يوم يزقرون خامر الريح في هذا، في ثمين خامر الريح. اي والله. عيد اللم ابوي من استوينا ونحن كلنا يصيح ابوي عيد اللم عيد من يوم نحن ياهال. ما قبلي انا ما قبل عهد الخمسين والاربعين وهنا انا ما ادري، لكن من استويت انا
يغنون على عيد الأم. حتى أتذكر في مدرسة معمار غنية جميلة يغننها لبنيات: ماما يا حلوة يا أجمل غنوة، عايشة في قلبي جوة خيالي، غالية علي تسوى ما تقع عينيا. نسيته والله. المهم أقولكم عيد الأم جاي والمناسبات كلها طيبة وأيام الله كلها عيال، لكن بالأخص بها مناسبة جميلة اللي أمه توفاها الله، ياخذ لها أبوي، ياخذ حق خالته، ياخذ حق عمته، ترى الخالة تحل أبوي مكان اللم، والأخت العودة تحل مكان اللم، وريال سفاير كلهن يحبنه. لا تقولون ما قلنا لكم، ماشي أخن عبيحة عطر ريال سفاير وسعرهم وافج، ترمون تطلبونه واتساب، ترمون تطلبونه أونلاين، ترمون تجيبونه من سلفريج، لكن أهم شيء يحب الكويت. كون صديق، كون صديق لمنو؟ لزوجكم وعيالك، صديقها وبعيالها وصابر عليك بزينك وشينك وعلمك وخبرك، مجاوتنك تدادلها لتجاويك، ما بكل ورد 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 ورد. رؤيا سفاير بلا، رؤيا سفاير طعمها زين، طعم منظر انتو، المنظر روحه يا ابوك بيسوى ويستاهل، المنظر روحه يا غير خنير وبيرابه. هي والله حرام عليكم، هي والله ما بغلا شيء زين، وحين الحمد لله ظهور المعاشات، المعاش فاض والحمد لله الامور طيبه. قص شوي بهانس، خذ لها ابوي رؤيا سفاير من ثمين من الكويت، هذه الكويت فرت حصه ما ببعيد، يبونه اونلاين يوصلك لين مكانك، بدل ما تاخذها ورد. شو تبى الورد؟ تبى تبوي عطر ولا تبى بيزات من جينجا ولا صيغه؟ من المتعارف عليه طول هالفتره نحن نطلبه وانتم كنت تطلبونه وكل العائله تطلبه من سلفريج ولا من موقعهم في ثمين اونلاين، لكن حاليا جماعتنا وصدقائنا في الكويت تطيب عندهم ابوي موقع، ترمون تطلبونه اونلاين وترمون ترجعون عليه واتساب ييكم. هذا ابوي ثمين عطر لا صار شراته ولا ظني بيستوي في الدنيا العودة شيء الفلول، ويم بعد ما يوجه بسرعة متى وأنا بخبخ حريل منه من هاك اليوم لين اليوم ما شاء الله تبارك الرحمن. سمعتوا باللي يم؟ هذا هو اللي يم، ما يوجه في المضرب، لو تشوفونه هالكبير لكن يم في بركة، في بركة ظاهر من دار مبروكة عليه تبويه عليها رضوان من الله. لكم غداي ابوي بياح، وهاي بياحه وحده حاجه اسميها انا وجسم غيري صار هذا الراس زين، ايش حق نحن نطولها وهي قصيره. هذا ابو الكنز، هذا الكنز الدفين، ارويناكم الكنز الدفين، عبرناكم عنه. هذا ابو الكنز، اوف اوف، خوز عنه، خوز عن الحبل، خوز عن الحبل، ها تقول ما حد قالكم هذا الحبل، اوف والبلح الحمر، ها ثمن ثمن وحبل اثنان في آن واحد، ناضي نضوي الدنيا كله فيه. بلح ما زين يا ابوك، بس قاعد فتت عظم روحه فتت. مسرحية كومبارس جايينكم ابوي لين إمارة راس الخيمة، فريق كامل متكامل، بطريق بر حد جاي، حد جاي طريق جو، حد جاي ابوي باخره من كثرهم. المراد طاقم متكامل مظفر، خالد المظفر الله يحفظكم، هذا له اعمال عديده وكثيره مع طارق العلي ومع البلام، وابدع وما خلى شيء ما سواه، يعني خذ منهم كل زين، ناهيك عن زينه الاولي اللي في روحه. فحاليا جايينكم ابوي عده وعديده وعسكره وعبيده من شنتيلي لك من الكويت لين راس الخيمه، بيجلس ابوي عنده عرضين، تاريخ كم؟ تاريخ 12 و13 في راس الخيمه، عنده عرضين وكل واحد منهم اقوى عن الثاني. بنحط لكم الرابط وبنحط لكم ابوي طريقه الحجز وبنخبركم، بنحط لكم كم بوست لهم للمسرحيه، مسرحيه جميله عائليه بامكانك انت تشتل انت وهلك ولا انت وبناتك ولا انت حرمك او انت وعمك ولا خالك ولا يرانكم تتجمعون تسيرون مسرحيه هادفه قصه جميله، خفه الطين وخف هالكويت بعد ما يبالهم كلام، خفه الدم والطين ليه في الكون كله فيها. كومبارس انت كومبارس على كومبارس كومبارس لا تصدق عمرك كومبارس. اذا تبون تعرفون انا كومبارس ولا لا رفعوا الشاشه.
المسرحية طالت أعماركم على مركز المسرح الثقافي في إمارة رأس الخيمة، وبيكون أبوي تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة. نعم، من متابعة وحضور من جماهير كثير بيكون من رأس الخيمة ومن باقي الإمارات. ومرحبا بكم وسهلة، بتنورون وبتشرفون رأس الخيمة. رأس الخيمة روح أبوكم طماشة، رأس الخيمة روحها متعة، ناهيك عن حكاية تنهب ويا المسرحية. ها شو خليت؟ كان هروحها طبعانة هوس على تريتشا نازل ومحصل بحدار رأس الخيمة. حين فنادقها كلها فل، نحب الله أنه بنصير باكر رأس الخيمة اضرابه، والله أنه لقطنا غرفة غرفتين حق وحق مدير الأعمال بضرابه. يلا يلا حصلنا غرفتين، حط ما خلينا فندق شيء من زيد وعبيد. يلا يلا لقطنا فل الدنيا ما شاء الله، ليه بيصير بيدور لمكان ما شي فندق. أقولكم ترى سيرة رأس الخيمة بنصير بوي الجمعة والسبت والأحد. يوم الاثنين، يوم الاثنين بنظهر برأس الخيمة. يا رب اسميها سمته، والله لا عرعر الدنيا كلها إذا الله راد. ما خلي فيك بقعة يا رأس الخيمة، لا خلي بوي شرق ولا غرب إن شاء الله. ها؟ يوم الاثنين دبي، الثلاثاء العين. يوم الاثنين إن شاء الله عندنا اجتماع في دبي، ويوم الثلاثاء شيء معرض، معرض مجوهرات سالم الشعيبي، بيسوون اللي ما حد سواه. ليه ميمع أبوي هالكنوز كلها الذهب والألماس؟ ميمع أبوي من أول ما حكم زايد ليه اليوم كله بين عرض في رأس الخيمة، كله في رأس الخيمة في العيد، في العيد ترى قلت يسوي بعد الغلط في العيد. أنا الله يسلمكم باكر سيرتي رأس الخيمة، وتواعد ويا الكابتن إني اليوم بيثرني، متواعد ويا قال لي إن عزمت وما سرت يوم الخميس بقعة بدق لك تليفون. دقيت الحين قبل شوي متلبس، ها لبس شماطيط مال الجيم، دقيت للتليفون قلت له أيك الساعة 8:09 إلا ربع ولا 8:45 قبل عش قبل نص ساعة تقريبا. قال لي شو عم تحكي، أنا وصلت لدبي، أنا نزلت لدبي، نزلت على دبي. قلت خرب الله، كان الحين متلبس بيك. قال لي أنت أي اللي رح تجي الظهر، يا دعيت عليه جزو نص ييزي. الحين مشكلتي عندي السبت والأحد والاثنين كله بكون في رأس الخيمة، ما متى شيء تمرين، ما بيكون شيء تمرين. يا هي محنة، هاي سمعتوا بهالمحنة، هي والله بلوى الغافلين، والله إنها مشكلة. فيلم أزمة مالية كان وما زال فيلم عائلي جميل، قصة هادفة، شباب ما شاء الله، لكن ما حاب فيهم إلا أنا شوي شوي به، لكن البركة فيهم والبركة فيه بلاني يعني. المهم كان وما زال في جميع دور السينما موجود، في جميع أول أيام سوى شوية زحمة زيادة، لكن الحين شوية في فتش يعني الواحد يروم يحصل حجز. الأمور طيبة وكل شيء زين، قصة هادفة، مش غلط الواحد يحجز ويسير ويتفرج ويغير جو، حلو السير والجاي يعني، ليش لا؟ المهم ما سرت أبوي الجم أنا اليوم، ما سرت الجم وجيت أبوي الجمعية التعاونية اللي في المينا ولقطها الريال المبروك. الله يطول عمرك. مش حارك أبو جاسم. الله يطول عمرك. محمد الشحت من رأس الخيمة. من رأس الخيمة. والله مليان، شلت أنت باكر بسير رأس الخيمة بينس أربعة أيام. أنا من جير من جير يعني. تبارك الرحمن. أنا ما تجي الثلجي أخذت في اللمعة عليها. أنا كسرت أنت صوب مسندل. أيوة نعم، نعم. صحيح. صح. زين. وين أول ما تلاقينا نحن؟ وين شفتي قبل؟ في أمريكا. يعني شفناك في أمريكا، كنا سارين نسوي عملية حق واحد من العيال أبناء. والله الله يطول عمرك. فعاد والله دائما يحطونك كل أهل. نعم والله. ما نسنك. الحمد لله. والله العظيم. يعني نحن كنا في غربة وتعرف يعني الوضع ما كان. الحمد لله. إيه والله.
على الاستمرارية بفضل الله سبحانه وتعالى ودعواته. لا والله انت فرح مش مقصر، الناس كلها مبسوطه منكم ما شاء الله عليك. الله يرحم والديك. نعم والرمسه الحلوه هذه يعني البلاد الاصليه هي هذه اهم شيء. الله لا خلاص والله العظيم الله يطول عمرك. شكرا يا ابو جاسم. الله يسلمك يا محمد. الله يطول عمرك. لا باس عليك. تيتوا كم كملتوا اعداد؟ كان من 4 سنين. ما شاء الله لك الحمد لله. الحمد لله كم خير. الحمد لله اللهم لك الحمد. الحمد لله كانت الله. كانت العنايه طيبه من الجماعه. ما تتخيل الحمد لله. انا اقول امريكا الرياض. الحمد لله الحمد لله والله. الجماعه المسؤوله هناك جزاهم الله خير. ما في كلام الحمد لله والله. يسلم ابو محمد كل شيء يعني فضل الله سبحانه وتعالى كل شيء متاح. الحمد لله. موعد الاستشاري موعد العمليه نحن بسكين الحمد لله خلصنا امورنا الحمد لله خلص. اللهم يعني ما تتخيل جزاهم الله الحمد خير. لله وانتم تستاهلون. نعم والله جميع الله يطول عمرك يحفظك ان شاء الله ويحفظ بلادنا. نعم امين امين. محمد الخير والبركه. اللهم لك الحمد. نحن ودانا هناك كلهم الله يطول عمرك. اللهم والله العظيم. نعم والله جزاك الله الحمد لله. شكرا لك. الله يطول عمرك. الله يسلمك. الله يحفظك. مع السلامه. كم انا اكون سعيد كم انا اكون سعيد يوم القى ناس ايجابيه لهالدرجه. هاي ابوي ابو ظبي. هذه ابو ظبي. هذا فندق ريتز كارلتون. جاي اليوم اتعشى في ريتز كارلتون. اماكن جميله والناس جاي تتمشى وتحور. دعي من الله خير. وين ابوي؟ في الهزه ان شاء الله. حاد اني اتم ابوي في البيت. لا ابوي ظهار جيت ابوي اتمشى وعي من الله خير. والله في اماكن كثيره وعديده ولا شيء كثرها. مناظر جميله في ريتز كارلتون يسد كله البحر. البحر ويا لسته. فما اعتقد شيء مدينه شيء هالنمونه في الدنيا العوده. ما شيء مدينه ما شيء. من اشهر واجمل عواصم الكون ابو ظبي. والله العظيم ما امزح. مبلنها بلادي. لكن تاكدوا انها ما شيء عاصمه هالنمونه جميله. عاده العواصم يكون شوي دمها ثجيل. اي عاصمه يكون شيء تحس بها رسمي ولا شياته. الا ابو ظبي. وين ما تصير شوف بالله عليكم وين ما تصير عز واناس وفرح وطرب ونظافه والدنيا الله من فضلك تلق ها تلق ليلها ونهارها طعب نيت بحرها ولانه صافي جوها ولانه اصفى والدنيا ابوي تلظ بكبرها تلظ 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 بطريقه ما تتخيلونها. خدمات كثيره كثيره فيها فنادق يا ابو ظبي. يا الله يا رب تحفظها من داء. بس يبقى واحد يظهر يصير وي اي مطعم عندهم في ريتز كارلتون مشاهد. الله يسلمكم. فندق حداكي باب البحر. انزين اسم المطعم بارفلاي شي شي شمنا ما شي شمنا تقمنا جلسة جميل وفنانة تاخذ العقل. انا عاني لجل اكل معينة اللي هي واقيو ستيك واخذ ما اخذ ولدان ولا شي يسمونه نوع الشوي ريل واخذ وياه شوربة فطر واخذ الربيان هاللي بالكنافة يجنن يجنن. هذا احسن شي عندهم ياخذ العقل. اللي بيجي يطلب من هذا ويدعي لي انا اللحل كذي وطلبه منه ويازلها من متى. لكن انا اول مره اعرفه هي هاي ثاني مره حين هي يا مايا تلاي العود هذه من عندها لها الجنه يا مال الردوس لعلى الله يغفر لها امين. الله يغفر. على فكره الاماكن اللي انا الحين فيها هذه الاول انا ما اشوف حد يجيها يعني من هالدار من هالبلاد. وانا يعني من الاساس ما اسير يعني وحين بنكمل سنه تمين تعلمت اسير يعني وي سبحان الله يعني اشوف ناس وايدين يجون حريم وريايل وكبار ناس بالستينات بالخمس ستينات ويا حريمهم ويا بناتهم حريم عيالهم. وايد اشياء تغيرت سبحان الله يعني. لكن انا الظاهر ما كنت اعرف يعني عن الموضوع وحين اكتشفت هالاشياء مجددا يعني. لكن الحمد لله شيء جميل يعني حسيت باناسه حسيت ان الناس الحمد لله عندها في سير ويي وفرح وسرور منقلقين على نفسهم يرقدون من المغارب ومسكرين الدنيا يظهرون يعني مثل ما في ناس ما تظهر في ناس كثيره تظهر مثل هذا كله سبحان الله ما
ناس مواكبه السير والجي والتحضر التحضر السير والجي ومواكبه العصر ومواكبه العالم بزينه وشينه وعلمه وخبره. مواكبة العصر يعني مش لازم الواحد يفسخ الحية ولا يزل عنه المستحى. وايدات الحين أنا تشوف بشي الهن وعبيهن ويا اللسان ويا أخوتهم ويا ريالهم ويا يعني كل شيء موجود هناك حريم ويا ريالهم وهناك عيال وياهم. يعني في أشياء وايدة يعني مش ضروري ان الادمي ما يخالط ولا يصير ولا ناس هناك سبور وناس هناك بعبي وناس هناك بحجاب وناس ياسين بلاي حجاب وناس بناطلين وناس بلاي من كل دار من كل جنس من كل مله. هذه دارنا الحمد لله متجانسين ومسامحين وعايشين ويا الناس كلها وصدقان ويا العرب كلها ما بصدقان ويا ناس وعداء ويا غير ناس لا صدقان ويا الناس كلها. هذه الحمد لله يعني ميزة يمتاز فيها الشعب الإماراتي إنه متسامح مع كل الأعراق مع كل الطوائف مع كل الجنسيات ما تلقطه. ما أريد يا ماي أي دوت نوت نسيت ها ضرب الله تخربت علي شيء يجسمون كروت شو الكرت اللي يعطونه؟ هي هذا بيك يجسمون كروت وتم تعبيه وتدخل في سحب. شو السحب عاده؟ سحبه وانها عشاء شخصين وتصير ما ادري وين في دبي عطول ثبات ليلتين ما ادري ثلاث ليالي في الجميره ما ادري شو يقولون. اعطيه تربيع حياسي عبيها هو اكتب اسمي انا في الكرتين اكتب اسمي لا تكتب اسمك ايه يمكن افوز اشياء. اقول لكم هذا مميز وفنان فوق عن الفنان فوق عن هاربيان شي مطواي بكنافه هاي شوربه الفطر كان شي شوربه فطر وقفت. ترى ما يمنع الموضوع انك انت بين فتره والثانيه حتى لو انت من نوع الملتزم واللي دومك بيتوتي وما تظهر من البيت ولا لا 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 يعني حلو انك تظهر بين فتره والثانيه ويا ربعك الاوليين ويا اخوانك ويا حد من صدقانك ولا حد من اللي يشتغلون وياك في مكتب او اصدقاء العمل او من اهل بيتك عيالك ولدك اخوك صديق صاحب يعني تظهر تفري عن خاطر كثره الجلسه. ترى بعد الواحد لازم يعني لازم يظهر شويه يظهر حبيب ما عليه ظهره لا بد ولا عذر منها. بعد العين بعد النظر فقيره عين ابوه العين ما تبى تمتع ما تبى تمتع العين تتمتع ابوي لا بد ولا عذر. بتشوف مبنى بتشوف طبيعه بتشوف انار بتشوف شيار بتشوف بحر بتشوف اوادم خير ان شاء الله. والله اني ارمسكم من صدق فروا بالروح العزيزه ودروا التليفون اذا بتتابعون تابعوا ابوي حد ابوي يفري على الخاطر حد يسلي النفس حد يريح ان كان رجل او امراه دوامات والاشغال ما اخدمت جدا متاخر ضغوطات الحياه الامراض الموت الانشغالات التجاره هذه الحياه يعني والاحزان والاشياء هذه ما اخدمت جدا متاخر من حياه الانسان. فلذلك ابوي كل انسان سلبي في حياتك تحس انك ان سمعته بتختل ولا بيجيب لك رمسه مبعد ولا بتسمعه تجيل طينه. والله يا ابوكم يا فراق عيد والله لو وراه الغناه لو وراه الغناه يا فراق عيد ترى اللي تاخذه عنه والله لا ترد تعالج باخلاق لا تعالج من الاكتئاب بتندم على كل لحظه قزرته ويا فلان او فلانه. حتى لو قناطير مقنطره من الذهب والالماس بتحصل ورا يلسته كآبه وضيج والله يا فراق عيد. عيشه الانسان مره واحده بيعيشه عيشه ابوي باناسه والله يا ابوك لو في طرف دعن لو تحت غافه لو تحت سمره بعيش الحمد لله ولا بني بجلس اتابع حد يغثني ولا يضايقني ولا يجيب لي الكدر ولا يجيب لي اسيل له اضحك وارد اظهر زعلان ان شاء الله حدني اسيل حق يظهر عيوبي اسيل حق يكدرني اسيل لحق يكسر مياديبي لا بركت لا في ولا في من يشاهده ان كان ذكر ام انثى. لا والله
لو اي نسويها خمس خبز خبز شاي خبز وقافي وشكر حالي شاي حالي بعيد ابرك عن اني اي حد يغديني ابوي الضبع ويعشيني كراوي شبا لا بغاه الريح ولا بغته الا الهل ولا الارض المستهل لادم اللي بيني وراه كذا بيني وراه كذا واسير اشاهد يهبي والله يا ابو لو بيطول عمرك ما بجلس اتابعه ولا بطالع ولا بشوفه اللي بيغت خاطري شبا والله يبقى فراقه عيد في حياه حياه ويعيشوها باناس وسعاده وفرح وضحكوا وطوفوا لكن بجلس اتابع حد يكدر خاطري بجلس اتابع حد كل يوم طايح له في حد ولا كل يوم جالس متبالش ولا ويا زين ولا شو هو حق شو هذا كله شو اللي كالف ماشي كالف والله يا الدنيا من شلها حطها ونص لمية خمسين حتى لو كان ابوي راعي ميلس حتى لو كان ابوي راعي علم وملتقى وبسير لميلس ولا برست وبيغث خاطري بكلمه ولا بيجرح شعوري ولا بيخليني وجودي علمه واحد والله لو ما بيحطني في صدر الميلس وما يوم من اجبل عليه نشواجف وانا ظاهري وصلني للعند الباب ولا والله ما عنيلك والله لو يكون وراه الغناء ترى ابوي عيشه ما حد يرضى بعيشه المدلله اها حد يرضى فيها ولا حد ابوي يصبر على شيء يوزع عمره شيء ما 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 تقهره ان شاء الله حد انك ترد البيت ابوي تلطم الادراك شو اللي كالف انك ترد البيت تحط حرت هاي لاكي في هالبيتك لا والله خل واحد ابوي تهب الهبو عين من الله خير والدنيا ابوي راتبها محول مثل ما قلنا لكم الدنيا حلوه وانت ابوي في عاصمه الخير وضبي البركه وضبي الزينه مثل ابوي ما قالوا هالضنج عندك عيش وعندي عيش والمنة على ويش الناس الحمد لله بخير وسالم رواتب تمشي وبيول وجو وشوارع وخير وفضل من الله سبحانه وتعالى حد ابوي ده مني على حد كل انسان كتفه ابوي تحسن عن درعانك وكنت واشتغل ولدنا العمرك لا حق زين ولا حق عبيد حسن عن درعانك وادرس واشتغل وكنت شل سمونا على الراس ولا منة الناس شل نغط على الراس ولا منة الناس اها كل ولا يبوي تخلي حد يتمنى عليك لا زين ولا عبيد الحمد لله حكامنا معيشين معيشة شراقة علاج ببلاش دراسة ببلاش بيوت يعني الحمد لله نعمه بفضل من الله سبحانه وتعالى يلا نشوفنا على خير هذا طالت عمارك اللي خبرناكم عنه الواقي وستيك شو اسمه نوع الشوي رول واقي وريباي اي هذا هو فنان 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 ها ثلاث انواع صوص يحطون وياه فوق عن الزين زين اي والله لذيذ 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 الحمه ترفه ترى ما برخيص هذا تقول ما قلت لكم ما بغالي وايد ما السعر المعقول يعني معقول فندق من أرواح ما يكون موقع ومطعم وما أدري شو لك آدمي خدم أنا وكلنا خدامك يا البرمة الريال منا والحرمة تبون بلاش ما يستوي This what? is a voucher for hey. two nights stay. Yeah, in Sofitel Dubai Jumeirah. Yes, salam. Yeah. Thank you very much. You're welcome. أنا أبوي. Thank you. شكرا جزيلا. إن شاء الله. Now, يبون البطاقة. أقول خذوا الهوية حينا خذوا الهوية بيعطوني ويقولون ليلتين وانا في فندق جميرة في دبي اي والله ما شاء الله علي الحمد لله شو حطي حطوني اياها توني والله اول مرة بحياتي اربح اصلا حياتي ما كنت حطيتها يا مالي نصيب والله العظيم حياتي ما كنت حطيتها ما تحط يا نصيب حياتي اول مرة حين حطيت وربحت عطوني حجرة في ليلتين في سوفيتيل جميرة سوفيتيل؟ جميرة ليلتين في سوفيتيل جميرة إيه والله يا ربي ما برقت حتى اليوم ما هان علي ما أصور لكم المنظر هذا قبل ما أظهر استغفر الله عليكم الفندق هاي تحت كلهن كوفيات ومطاعم ما أدري شو ناهيك عن المدينة هاي كاملة مدينة متكاملة كله على ابوي على ما تشوف على ما قالوا هالكويت على يالي البحر
على شو؟ يا للبحر. نقول على السيف. شوف الله عليكم. شوف الله عليكم. لا تقولوا لي شيء دار هالنمونة. ولا تقولوا لي شيء بقعة هالنمونة. ولا تقولوا لي شيء هدوء. ولا شيء راحة وانسجام وحرية. ها. شوفوا تبارك الرحمن. كلنا بوي في سبحانيته. كلنا على سبحانيته. وكلنا بوي على سجيته. وكلنا الحمد لله أموره طيبة. وهذا أنا. ما بين فظلمي. آخر الكلام. تصبحون على خير. عاد الحين من صدق تصبحون على خير. هي نعم. طب ما تجيني بتشوف وراي المنظر هذا. فنان ورقم واحد. يا أبوك عاد أنا اللي محلل المنظر. وين أبوي الخقمة. شب أكثر. يلا تصبحون على خير. السلام عليكم. والله مليار مرحبا. لا خلينا من ريحة الطيبين نحن.